إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الرجاء من الإخوة خارج أبواب المسجد الهدوء والسكينة أو المشاركة في المحاضرة لتعم الفائدة إن شاء الله. Our dear brothers out those of the mosque, please be quiet as much as you can or come to participate with your brothers in this lecture إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد إخوة الإسلام مرحبا بكم في بيت من بيوت الله عز وجل، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم السكينة ونزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. As our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, any group come to the mosque to recite the Quran and to study what Allah subhanahu wa ta'ala commanded them, groups of angels will come around them and Allah subhanahu wa ta'ala will give them His mercy and His tranquility. كذلك قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: بيوتي في الأرض المساجد. My homes on the earth is the masjids or are the masjids. وعمارها زوال. It's people who are come to visit me. وحق على المزور أن يكرم زائرة. And it is obligation that Allah subhanahu wa ta'ala will be generous for them. فأبشروا أنكم جئتم لبيت الله وجلستم لمدارسة كتاب الله وتلاوة هذه الآيات الكريمة. والسورة التي معنا اليوم هي من السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلها. This surah, Surah Al-Ghashiyah, our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam used to appreciate it or to admire this kind of surah because it is talking about the day of judgment. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: شيبتني هود وأخواتها. شيبتني هود وأخواتها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عناية خاصة لسورة هود وسورة الشمس وضحاها وهذه السور التي تتحدث عن اليوم الآخر أو عن القيامة. لماذا؟ لأنها تحكي بعض المشاهد التي يشيب لها الولدان. Why our Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم admired this kind of surahs of the glorious Quran? Because it is or it describes the day of judgment. سورة الغاشية الله سبحانه وتعالى سماها بهذا الاسم لأنها تصف يوم القيامة بصفة معينة، أن هذا اليوم يغشى الناس جميعا. This day, the day of judgment, will cover all the creation, all people. هذا اليوم يوم الغاشية التي تغشى الناس جميعا تتحدث عنه هذه السورة الكريمة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ الله سبحانه وتعالى started this سورة by a question to our Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. Have there come to you the narration of the overwhelming O Muhammad? هل أتاك حديث هذا اليوم؟ This is as introduction. Allah subhanahu wa ta'ala
سوف يعطيه الإجابة. Allah will give him the details about this day. الله عز وجل سيفسر له معنى الغاشية، ماذا سيحدث في هذا اليوم. وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ خاشعة. Some faces that day will be humiliated. Correct me, brother Ahmed. Okay. وجوه يومئذ خاشعة. خاشعة ليس الخشوع الذي في الصلاة، وليس الخشوع الذي في العبادة، ولكنه خشوع الرهبة، الخوف، الحسرة، الألم، painful، stress، scare، كل المعاني السيئة تجتمع في وجوه هؤلاء الناس. من هؤلاء الناس الذين يخشعون يوم القيامة؟ من هذه الوجوه يوم القيامة؟ كما ترون في هذه الرموز التي في هذه الصور، الذين عبروا الصليب، the people who worship the cross, the people who worship the stars and the moon and the sun, the people who worship Pharaoh, the people who worship the shaitan, the people who worship Al-Ghashiyah, the people who worship the cow, the people who worship the stones, the people who worship the fire. All those people who worship others than Allah subhanahu wa ta'ala, their faces in this day will be bad faces. وجوه يومئذ خاشعة. كل من عبدوا الصليب، عبدوا الكواكب والنجوم، عبدوا فرعون، عبدوا الملوك والأمراء، عبدوا الشياطين، عبدوا البقرة أو البقر، عبدوا الأصنام والأوثان، عبدوا النيران مثل الفرس، عبدوا العزير وقالوا العزير ابن الله مثل اليهود، كل هذه الوجوه يوم القيامة تأتي خاشعة، وجوه يعلوها السواد، the black color, the yellow color, the painful will appear on their faces. لماذا؟ لأنهم عبدوا غير الله عز وجل. عاملة ناصبة، عاملة ناصبة. يعني يعملون في الدنيا ويتعبون، ولكن في غير الطريق الصحيح. كما قال الله عز وجل: هل أدلكم أحسنين أعمالا؟